دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لا دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك العوافي من ديمقراطية. لولا العناية الإلهية كان ليل مبارح شهد كارثة وطنية بسبب موجة الاحتجاجات المسلحة اللي نزلت بشوارع طرابلس ضد الجيش اللبناني، وأكيد الله هو اللي تدخل وعمل عجيبة ونور عقول كم واحد، وإلا كانت الكارثة وقعت. يبدو أنه طرابلس وأمن طرابلس تحت أمرة مزاجية مرجع كبير كتير، مرجع أكبر من الدولة اللبنانية. تيك تك تيك تك تيك تك رح كون صريح كتير اليوم، رح احكي كل شي وافضح كل شي وما رح اسأل عشي. طرابلس رح بتضل بقلب البركان لانه الدولة مش عم بتكون حرة بقراراتها. ونقطع السطر، يعني في تدخلات عم تعرقل للخطط الامنية، في ضغوط من مرجع كبير عم بتشلنا سياسيا. مرجع كبير؟ بندر بن سلطان؟ لا لا مش الأمير بندر. الإمام الخامنئي؟ لا لا كمان مش الخامنئي. أوباما؟ بوتين؟ مين؟ لا أوباما ولا بوتين، المرجع الكبير مرجع محلي بلدي ومش أجنبي، وما حدا بيسترجي يخالفه أو يوقف بوجهه. طيب مين؟ قول. رح أقول شادي المولوي. عيد؟ إجا إجا إجا. منتابع ديمقراطية بعد الإعلان وحسابات على طريقة جعجع. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. كل إنسان بيبني حساباته الخاصة حسب ما هو بيرتقي. الدكتور سمير جعجع وأمام حدث كبير قعد يعمل حساباته بمساعدة العدوان. خلونا نشوف شو عم يحسب، والتنان بشوفكم. تيك تك تيك تك تيك تك. جورج جيب الآلة الحاسبة وتعا. هيدي الآلة الحاسبة حكيم. احسب لي يا جورج، إذا 27 آ بيعطونا 43 ب، ال 11 آ قديش بيعطونا؟ بسيطة، هيدي القاعدة الثلاثية راجل دتروا. إيه إيه احسب لي إياه وأنت شوف. 27 آ بيعطونا 43 ب، ال 11 آ قديش بيعطونا؟ يعني 11 ضرب 43 قسمي 27، الجواب 17.5. حكيم 17.5؟ لا في شي غلط، ارجع عيد يا جورج. ييييه 11 ضرب 43 يساوي 473، 473 قسمي 27 يساوي 17.5. ولو حكيم قلتلك 17.5. غريب بهالعملية يا جورج، ما في نص، ما بتزبط هيك. وحياتك حكيم، شوف الآلة الحاسبة دي 7.5، بس ما انت قلي بشو عم بتفكر. عم فكر يا جورج انه نيلسون مانديلا البطل قعد 27 سنة بالحبس، ولما مات في 43 دولة بالعالم اعلنت الحداد عليه، فانا اللي قعدت 11 سنة بالحبس لما موت بعيد الشر عن قلبي رح تعلن 17 دولة ونص الحداد علي؟ حسابيا مزبوط. طيب جورج هالنص دولة من وين بدها تجي؟ يعني كيف في نص دولة بتحد علي؟ هيدي سوريا حكيم، النص اللي مع المعارضة بيعلن الحداد، والنص اللي مع بشار ما بيتأثر. جورج عم بتفول علي؟ بدك تموتني قبل بشار يا جورج؟ يي باردون 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 حكيم، ما انتبهت، تقبرني انا ولا انت؟ يي ملا غلطه. يي دوما دوما تك دوما دوما تك احلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لا دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك تيك ورا تك تيك ورا تك تيك ورا تك
ليك ورا تك 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 ت